تعرفونه جيدا كنجم صنع لنفسه اسما لامعا في ملاعب الجلد المدور. ربما يراه البعض أفضل ظهير أيمن في تاريخ اللعبة، لكن تبقى هناك العديد من الخفايا في حياة اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في التاريخ. في يوم ميلاده، إليكم 6 أشياء لا تعرفونها عن البرازيلي داني ألفيش. عمل كمزارع. في طفولته المبكرة عاش ألفيش ظروفا صعبة للغاية بسبب فقر أسرته. والدته كانت ربة منزل، ووالده عمل كمزارع ما دفع داني لمساعدته والعمل معه في حقول قريبة من مسقط رأسه بمدينة غوازيرو البرازيلية، تزامنا مع بداياته في كرة القدم رفقة نادي المدينة. ولم يخجل ألفيش يوما من تلك الأيام الصعبة، بل يتذكرها دوما بكل فخر، حيث سبق وأن قام في 2017 بنشر صورة قديمة له على إنستغرام وهو بسن 10 أو أكثر، يمتطي خلالها ظهر حمار أثناء عمله مع والده، موجها رسالة للجميع بأن المال ليس مصدر السعادة الوحيد. وفاة زميله تسببت في انتقاله لبرشلونة عام 2007، وفي أوج تألقه مع إشبيليا أعلن ألفيش رغبته في الانتقال إلى تشيلسي الذي تقدم آنذاك بثلاث عروض لضمه، لكن جاءت الصدمة برفض النادي الأندلسي ليدخل اللاعب في صدام علني وحرب كلامية مع رئيس النادي قبل أن تهدأ الأمور بسبب وفاة زميل ألفيش أنطونيو بويرتا، وحينها وعده الرئيس أن يسمح له بالرحيل في العام التالي، وهو ما حدث بالفعل، حيث انتقل البرازيلي إلى برشلونة في 2008 بعد انسحاب تشيلسي. أراد التبرع بكبده لأبيدال. خلال فترة تواجد ألفيش في برشلونة جمعته علاقة صداقة قوية بإيريك أبيدال، وصلت لدرجة أن البرازيلي عرض على الفرنسي التبرع بجزء من كبده بعد اكتشاف معاناة الأخير من السرطان واحتياجه لعملية نقل جزء من الكبد قبل أن يتبرع به أحد أقاربه في النهاية. ويقول أبيدال: علاقتي بألفيش تتجاوز الصداقة، لقد كان يرغب في التبرع لي بجزء من كبده، ولكن كونه رياضيا محترفا منع ذلك. الجدير بالذكر أنه وبعد رحيل أبيدال عن البارسا، أصر ألفيش على ارتداء القميص رقم 22 الخاص به تكريما له. عاشق للوشم. يعد ألفيش من أكثر اللاعبين استعمالا للوشوم على جسده، فقد وضع عدة رسوم مرتبطة بأشياء خاصة في حياته، منها وشم باسم ابنه دانيال على صدره مع تاريخ ميلاده باللغة الرومانية، كما وضع على بطنه اسم ابنته فيكتوريا واسم والده أيضا، إضافة لصورة لأمه على ذراعه الأيمن. ويمتلك وشما كذلك للشخصيتين الكرتونيتين تويتي والقط سيلفستر على كاحله. تعرضه للعنصرية. في أبريل 2014، وخلال مباراة لألفيش مع برشلونة ضد فياريال على ملعب الأخير، قامت جماهير الغواصات الصفراء بإطلاق هتافات عنصرية تجاه البرازيلي قبل إلقاء إصبع موز عليه وهو ينفذ ركلة ركنية، وحينها التقطه اللاعب ليأكله، ثم علق على الواقعة عقب المباراة قائلا: لا أعرف من رمى الموز، لكنني أريد أن أشكره، لقد منحتني الطاقة لصناعة هدفين بعد ذلك. عليك أن تتقبل الموقف كما هو وأن تتخذه بجرعة من الفكاهة، لأننا لن نغير الجماهير بسهولة. ولاقت تلك الواقعة تضامنا واسعا من عديد اللاعبين على رأسهم نيمار الذي نشر صورة له وهو يأكل الموز رفقة ابنه، وأغويرو الذي فعل الشيء ذاته مع صديقته. يوميته داخل السجن. منذ يناير الماضي يتواجد ألفيش في أحد سجون برشلونة على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي على سيدة في حمام أحد ملاهي المدينة الكتالونية نهاية شهر ديسمبر الماضي، ما دفع بوماس المكسيكي لفسخ عقده واتخاذ صديقته جوانا سانز قرارا بالانفصال عنه. ووفقا للعديد من التقارير، يحاول ألفيش التكيف مع أجواء السجن، لكنه يرفض استقبال أي شخص من أفراد عائلته. وبالداخل لا يتصرف أبدا كنجم، بل يحاول أن يمر دون أن يلاحظه أحد، كما يعمل البرازيلي على مساعدة بعض السجناء من خلال الدفع لهم لشراء أشياء يحتاجونها، وقام بتنظيم مباريات كرة قدم لهم، لكنه تلقى تحذيرات من إدارة السجن بسبب ذلك. كانت هذه بعض الحقائق المثيرة عن داني ألفيش، فهل سمعتم بها من قبل؟